أفكار وطروحات تسلط الضوء على دور الشباب في الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتوظيف طاقاتهم في العمل ضمن المؤسسات والمجتمع، وأيضا العمل على تعزيز مفاهيم التطوير لدى شريحة الشباب. لنتوسع بالأفكار والطروحات اللي راح يحملها المؤتمر ونضيء على افتتاحه وأبرز العناوين التي طرحت باليوم الأول. بصرنا يشاركنا بصباحنا غير لليوم السيد همام كناج رئيس فرع طرطوس للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. أسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح خير لكل بلدنا، لكل ناسنا واهلنا ولجنود جيشنا الباسل بكل مكان يا رب. يسعد صباحك عن جديد واهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا مشروع الرياده السوريه للكوادر وربط المصادر التعليمي بالتدريبي هو يعني هذا العنوان العريض يلي انطلق. تمر خبرنا اليوم شو اهميه هذا العنوان وكيف عم يتم العمل عليه؟ نعم، بداية أهمية المؤتمر تأتي بعد اللقاء الذي عقده السيد الرئيس وحديثه أمام مجلس الوزراء وأطلاقه لمشروع الإصلاح الإداري. فكانت هناك مبادرة من الاتحاد الوطني لدولة سوريا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد منصة يلتقي فيها الشباب الذين لديهم الهواجس الأكبر تجاه مستقبلهم في هذا البلد، بوضع مجموعة من العناوين ومجموعة من الأفكار ورؤاهم حول مواضيع الإصلاح الإداري. فكان لنا هذا اللقاء في مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية الذي انطلقت أعماله البارحة. بالتأكيد خلال اليوم الأول تم عرض مجموعة من المواضيع الهامة جدا، من أهمها ربط المسار التعليمي والمسار التدريبي، أيضا الفرص والتحديات التي تواجه الموارد البشرية في بلدنا، بالإضافة أيضا إلى موضوع تعزيز القدرات القيادية الشابة. خلال عرض هذه الأوراق كان هناك حضور متنوع من الشباب وحتى بعض الشخصيات الأكاديمية وشخصيات ذات الخبرة العملية، بالإضافة إلى حضور الدائم للسيدة وزيرة التنمية الإدارية وحضور السيدة دارين سليمان مشرفة على أعمال المؤتمر من الاتحاد الوطني لدولة سوريا. جرى نقاش مستفيض في العديد من القضايا، وتم وضع ملاحظات واقتراحات إضافية من قبل المشاركين حول الأوراق المقدمة من قبل أصحاب أوراق العمل. نعم، يعني أستاذ همام مثل ما تابعنا يمكن بالتقرير عناوين كتير مهمة، عناوين حساسة بهذا الوقت، واللي يمكن الأهم هو دور الشباب لحتى يكونوا متفاعلين مع هالعناوين المهمة بمجتمعهم بظل هاي الظروف. خلينا نحكي عن ورقة العمل اللي قدمتها حضرتك أيضا بالمؤتمر. نعم، عنوان ورقتي كانت تعزيز القدرات القيادية الشابة. كما نعلم اليوم لدينا العديد من المؤسسات التي اليوم يوجد فيها حال من ضعف الأداء، والسبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق مناهج الإدارة الحديثة والتقنيات الحديثة، ويعود ذلك إلى عدم تمتع القادة أو المدراء الحاليين تمتعهم بالمهارات اللازمة في هذا المجال. الشباب يتمتعون بمهارات عديدة في هذا الشأن، ولكنهم في ذات الوقت أيضا يفتقرون إلى المهارات الإدارية، وهذا يرجع إلى العديد من الممارسات التقليدية في الإدارة التي تقصي الشباب. تعرفين هؤلاء الشباب هم منافسون لكي يكونوا في مواقع الإدارية متقدمة. محاولات الإقصاء هذه للأسف موجودة، وبالتالي هذا الأمر يلغي الشباب ويبعدهم عن مواقع القيادة. ما نحاول أن نقدمه في هذه الورقة وقدمته البارحة باستعراض مجموعة من أسباب ضعف تنمية القيادة الشابة اليوم في سوريا، تحدثت عن هذه النقاط باستفاضة وقدمت مجموعة من المقترحات. يعني أكد بداية على مقترح السيد الرئيس، ليس مقترح وإنما هو توجيه السيد الرئيس في لقائه أمام مجلس الوزراء، بإعداد خارطة الموارد البشرية ولفرص والشواغر الموجودة، وإعداد توصيف وظيفي لهذه الشواغر بحيث نتمكن كحكومة وكبلد من الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات الموجودة حتى لا تتسرب وتهاجر خارجها. أيضا قدمت مقترح يتعلق بإعداد مشروع وطني لتعزيز القدرات القيادية الشابة، وهو مشروع يبدو أن الوزارة تتبناه وتبنته الآن في كلام السيدة الوزيرة بهذا الاتجاه، وسوف يعد من خلال يعني مشاركة الشباب القادة الموجودين في مؤسسات مختلفة على كافة الصعوب، بحيث يتم وضع برنامج يحقق فعلا ما يحتاجون إليه، يعزز نقاط القوة لديهم ويحاول أن يلغي نقاط الضعف الموجودة لديهم كلهم بحسب قطاعه. هذا أمر إيجابي وحقيقة أنا يشعرني بالتفاؤل لما هو آتي فيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري. نعم، كمان أستاذ ما مثل ما عرفنا تم توزيع أوراق استبيان يمكن حتى نعرف مستوى رضا الشباب عن أنفسهم. خلينا نعرف من حضرتك إمتى بتصدر النتائج وبرأيك كيف حتكون؟ نعم، طبعا تم استغلال هذه الفرصة بوجود هذا الكم من الشباب المهتم في مؤتمر واحد ومتحلق حول موضوع واحد، هو موضوع الإصلاح الإداري، موضوع أيضا تعزيز وتطوير قدرات الشباب. الاستبيان تم وضعه من قبل وزارة التنمية الإدارية اليوم. خلال أيام المؤتمر جميع الحاضرين من الشباب سوف يقومون بملء هذه الاستمارة أو الاستبيان، والذي يقيس جوانب متعددة منها رضاهم عن عملهم حتى في القطاع العام أو رضاهم عن عملهم في القطاع الخاص، وتقييمهم لنواحي مختلفة من العملية الإدارية ضمن هذه القطاعات.
بالتأكيد نتائج استبيان سوف يتم الانتهاء منها بعد الانتهاء من كافة أعمال المؤتمر، وسوف تكون يعني من خلال الأرقام الناتجة عن عملية تحليل الاستبيان مؤشرات تستدل بها وزارة التنمية الإدارية في إعداد برامجها التي أعلنت عنها، ومنها مشروع تعزيز القدرات القيادية الشابة وغيرها من المشاريع. طيب استاذ همام، يعني يمكن يعني وجود شباب بعمر متقارب من بعض تحت عم يشرحوا او حتى عم يطرحوا اوراق بتخص مفهوم كثير كبير ومفهوم اساسي يمكن لتنميه اي دوله بالعالم، اللي هو التنميه، هالمفهوم اللي كان غائب لفتره طويله. كيف كان لقاء الشباب؟ كيف كانت الاوراق؟ التفاعل بينهم وبين ايضا الخبرات اللي كانت متواجده، الخبرات الكبيره؟ نعم، في الحقيقة الشباب الذين قدموا أوراق في معظمهم طلاب دراسات عليا في مجالات الإدارة والاقتصاد والتنمية الإدارية. هؤلاء الشباب أيضا تحدثوا بدرجة أولى عن وجعهم وعن هواجسهم للمستقبل، وبالتالي كانت الأوراق تلامس جدا الواقع بعيدة عن التنظير. يعني كثير من الأوراق عادة تكون تحوي الكثير من التنظير والكلام، ولكن هذه الأوراق قاربت الواقع من ناحية أكاديمية علمية بالاستناد أيضا إلى دراسات سابقة ومراجع علمية موجودة. هذا الأمر خلق حالة تفاعلية كبيرة جدا من قبل الحضور، ممن أيضا قدموا أوراق ربما بسبب يعني لم تقبل هذه الأوراق أو لم تتح لهم الفرصة، ولكنهم كانوا حاضرين أيضا وأرادوا أن يدلوا بآرائهم ضمن هذا الملتقى. وجود أيضا وزراء وأعضاء مجلس الشعب وشخصيات يعني لها حضورها البارز والفاعل في مجال الشباب ومجال التنمية أيضا أعطى دفع وزخم قوي جدا. والزخم الأكبر أيضا أعطى رعاية السيد الرئيس لهذا المؤتمر، كون اليوم السيد الرئيس هو رافع عملية الإصلاح في هذا البلد، وهو الذي أعلن عن هذا المشروع والذي يتابع هذا المشروع ضمن جدول زمني، وهذا دليل على جدية كبيرة من أعلى هرم السلطة الموجود في سوريا اليوم، والتي يعني هو أمر يستكمل انتصارات جيشنا الباسل في كل الميادين. نعم، كمان لما بنحكي عن تنمية وإصلاح إداري فهو مفهوم كتير كبير وشامل. خلينا نقول لأي درجة اليوم يمكن إذا بدنا نبدأ من فهم الشباب لطاقاتهم وفهم احتياجاتهم وحتى قدراتهم، فدي بتشوف أنت هذا الشيء هو منطلق إيجابي لحتى يبدو بالحياة العملية على أرض الواقع؟ نعم، بالحقيقة ما يعانيه الشاب اليوم عند توجههم إلى العمل في أي مؤسسة هو احتياجهم إلى الخبرة، احتياجهم للمهارات، وبالتالي هذا الأمر يقف عائق أمامهم بشكل كبير جدا. اليوم العديد من المؤسسات تطلب خبرة في العمل، طبعا هذا يدل أيضا على وجود مشكلة حقيقية في هذه المؤسسات، لأنه يفترض أن يوجد لها برامجها التدريبية الخاصة بكل منظمة، الخاصة بهوية المنظمة بإجراءاتها الإدارية ولوائحها. ولكن بطبيعة الحال اليوم الشباب مطلبهم فعليا أن يتم وضع برامج تعزز لديهم مهاراتهم التي يحتاجونها في العمل في قطاعات أو مجالات اختصاصهم، وبالتالي من هنا كان حماس الشباب للمشاركة اليوم في هذا الملتقى، ومن خلال مشاركتهم بأوراق بحثية أو بالحضور أو حتى بالمراسلة لاحقا، كون هناك عدة خطوات سوف تعلن عنها وزارة التنمية الإدارية على موقعها الإلكتروني بهذا الشأن. يعني أساس همام حضرتك حطيت إيدك مثل ما بيقولوا على الوجع، يعني نحن كتير أوقات بكتير مجالات بنقصنا الجانب العملي. اليوم قديش المؤتمر رح يحط يعني خلينا نقول بنتائجه وبدراساته اللي رح تطلع بأوراق العمل أهمية فعلا توفير الجانب العملي إلى جانب الأكاديمي طبعا لكل خلينا نقول الطلاب، باعتبار حضرتكم هيئة إدارية، هيئة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بطرطوس أو بمحافظات أخرى، كيف عم بيتم العمل على شمل هذا الشيء؟ في الحقيقة هذا الأمر يتم من خلال بالدرجة الأولى وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى ذات الإشراف على مجموعة من المعاهد التقنية. طبعا موضوع المعاهد التقنية هو موضوع شائك جدا ومنذ أمد بعيد، تحدثنا مرارا في مؤتمراتنا وفي مطالباتنا عن ضرورة تطوير الدراسة العملية كونها الأساس في أي مخرجات تعليمية. يعني بالنهاية الطالب يستطيع أن يحصل على معلومات نظرية من خلال اليوم مصادر متعددة على الإنترنت أو غيرها من خلال المراجع وكتب عديدة، ولكن الجانب العملي التطبيقي هو أمر يحتاج إلى وجود مشرفين وإلى وجود أدوات. لذلك اليوم كان هناك مطالبات عديدة بهذا الشأن في مؤتمرنا، وتم الحديث جدا عن موضوع الاهتمام بالجانب التطبيقي العملي. الموضوع يحتاج إلى تكاتف جهات تنفيذية. اليوم موجود منظمة كالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وهذه منظمة العريقة تمثل الطلاب على امتداد أجيال عديدة وقدمت مساهمات كبيرة في تطوير حياتهم الجامعية والشبابية. هذه المنظمة بتعاونها مع وزارة حديث العهد كالتنمية الإدارية تحمل هذا المشروع الكبير بهذا العنوان الكبير، هو بادرة أمل يعني تعطينا مؤشر على إمكانية حدوث هذا الأمر جدا في الوقت القريب بالتعاون مع الوزارات الأخرى في الدولة. نعم، دائما بنسمع نحن عن مؤتمرات واجتماعات ودائما بنقصى انه نخرج بنتائج حقيقيه على ارض الواقع. يعني اليوم قد في امكانيه كل شيء صار بهذا المؤتمر وكل شيء اقتراحات وكل شيء توصيات فعلا تصير حقيقه ونوضع زي ما قلنا حل خطوات
موجودة فعالة على أرض الواقع لحتى نبدأ ببناء الشباب ودعمهم بتحقيق طموحاتهم. نعم، في لقاء السيد الرئيس أمام مجلس الوزراء تحدث عن وجود جدول زمني تطبيق مجموعة من الخطوات في مشروع الإصلاح الإداري، وتحدث عن جدول زمني واضح، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوة من خطوات هذا الجدول. اليوم لقاؤنا كشباب في هذا المؤتمر وخطوة ضمن هذا الجدول الزمني وضمن الخطة التي سوف يتم العمل عليها لتحقيق الإصلاح الإداري في زمن حدده السيد الرئيس في نهاية العام 2018 على ما أتوقع وأذكر. وبالتالي فأنا متفائل جدا باعتبار أن هذا الأمر لم يأتي متأخرا جدا عن خطاب أو عن حديث السيد الرئيس في مجلس الوزراء. أكيد يعني أستاذ همام، مثل ما قلت هالمؤتمر جزء كبير منه هو خطوة من خطوات العمل لمشروع الإصلاح الإداري بعنوانه الكبير. اليوم أيضا في أوراق كتير تقدمت من المحافظات كلها، من الاتحاد، من أفرع الاتحاد بكل المحافظات، وأيضا من الجامعات السورية. خلينا نحكي عن أبرز العناوين وخصوصا بما يخص الإصلاح الإداري أيضا. نعم، في الحقيقة فتح باب المشاركة لجميع من يرغب من الشباب بغض النظر سواء كانوا طلاب جامعيين أو أنهوا دراستهم الجامعية وبكافة الاختصاصات، لأن موضوع الرؤية في الإصلاح هو بالأساس ينطلق من واقع حياته ومن تجربة حياته، وأي إنسان يستطيع أن يقدم وجهة نظره ومقترحاته بحسب التجربة التي عاشها. لكن بالتأكيد يعني عند الحديث عن موضوع الإصلاح الإداري وعن الأوراق الهامة التي طرحت، تحدثنا في عناوين متعددة، قلنا عن تعزيز القدرات القيادية الشابة، قلنا عن ربط المسار التعليمي بالمسار التدريبي، وتحدثنا أيضا عن موضوع تحديات والفرص التي تواجه المورد البشري السوري. أيضا اليوم هذا الحديث البارحة اليوم هناك حديث عن الفساد ومكافحته ومظاهره وأساليبه، وهناك أيضا حديث عن طرق قياس الأداء والتقويم لممارسات أو للأداء الحكومي والمؤسسات الحكومية. نعم، كان في إشارة بسيطة من حضرتك إلى أهمية الدورات التدريبية وقد هي فعلا مكلفة بالنسبة للشباب، يعني كثير من الشباب عندهم طاقات كبيرة وعندهم أصلا الخبرة يمكن والوضع المادي لحتى يكملوا بهي الدورات. اليوم قد ايه فعلا في جهود لدعمهم وتقديم يمكن دورات مجانية؟ قد ايه في دراسة جدية لهذا الموضوع؟ نعم، يعني الأمر واضح بجهود وزارة التنمية الإدارية. اليوم وزارة التنمية الإدارية على ما أذكر في معرض دمشق الدولي وضعت لها ركنا خاصا وقدمت فيه العديد من المحاضرات المجانية والتدريبية المجانية. أيضا ضمن أعمال المؤتمر على عدة أيام هناك دورات تدريبية وهناك محاضرات أيضا في المجالات التنموية البشرية. الاتحاد الوطني لطلبة سوريا من خلال العديد من الدورات التي أعلنها لطلبة الجامعة وحتى لأهلنا من ذوي الشهداء وذوي الجرحى قدم العديد من المبادرات التدريبية في المجالات التنموية والمعلوماتية. لذلك المجال مفتوح اليوم وهناك العديد من المبادرات الأهلية التي انطلقت بها مجموعة من الشخصيات والمراكز التي تسعى لتقديم المهارات التدريبية للعديد من الشباب الذي يحتاج هذه الخبرات. فيهم يعتمدوا بالتقديم مثلا لاي عمل او اي وظيفه انه هن قاموا بهي الدورات، فهي دورات معترفه عليها وممكن اوقات يكون في لها شهادات فبتنفعهم بالعمل يلي مقدمين عليه. هلا موضوع الشهاده هو حقيقه موضوع اشكالي، يعني اليوم هناك حاجه فعلا لتكون هناك جهه وحيده مرجعيه في سوريا تصادق على كافه الشهادات، واليوم يبدو ان وزاره التنميه الاداريه هي من يتصدى لهذا الموضوع. ولكن دعيني اقول وهي نصيحه موجهه لشباب في كل مكان في سوريا، الشهاده ليست هي الاساس، يعني اليوم انا خضعت لدوره تدريبيه، حصلت على الخبره، تقدمت الى عمل، يعني عند اختباري في العمل لم اكن فعلا امتلك الخبره فسيؤدي ذلك الى فشلي وبالتالي اقصائي او استبعادي من بين المرشحين او حتى فصلي من العمل الذي وظفت به كوني فعلا لا امتلك الخبره، لان هناك العديد من يسعى فقط للحصول على شهاده. الامر ليس بمجرد شهاده، الامر هو بخبره متجذره في شخصيه الشخص او الموظف حتى يتمكن فعليا من ان يؤدي مهام المطلوبه منه في عمله سواء في قطاع خاص او في قطاع حكومي. ولكن بالتاكيد نعم هناك بحاجه الى وجود جهه مرجعيه، ونامل ان تقوم وزاره التنميه الاداريه بهذا الامر تجنبا لحالات النصب خلينا نقول والسرقه لكثير من شبابنا الذين يخدعون بالعديد من الشهادات البراقه اللامعه بذات الاشارات المذهبه وغيرها. تماما، يعني استاذ همام هون حكيت عن نقطتين، النقطه الاولى اللي هي خلينا نقول بعض الجهات اللي صارت تمنح شهادات ممكن تكون جزء منها عم يعطي معلومات ولكن هي مو جهه كفيله بانه الشهاده تكون معتمده، والجزء الاخر هي المرحله اللي بيقطعها الشخص او الطالب من بعد التخرج وحتى يحصل على عمل، هون بحاجة هو إلى خبرة. هل رح يتم طرح أيضا مين الجهات اللي ممكن تتبنى، مين الجهات اللي ممكن تقوي خبرة هدول الطلاب لحتى يتأهلوا فعلا لسوق العمل؟ سوق العمل بيطلب خبرة، وأنا بعد الجامعة ما في مكان روح أشتغل فيه قبل ما أتوظف، في حلقة مفرغة هون. نعم، هل رح يتم طرح هذا الموضوع بشكل أوسع؟ حقيقة الأمر طرح هذا الموضوع من خلال إصدارات تجربة في الخارج موجودة أعتقد في فرنسا حول وجود الخدمة
الاجتماعية للطالب الجامعي. الطالب الجامعي في آخر عامين من حياته الجامعية هو من ضمن دراسته يجب عليه أن يخدم في مجاله الدراسي ضمن مؤسسات المجتمع ويقدم خدمة، وبالتالي هنا هو يحصل على هذه الخبرة التي يحتاج. وبالتالي نحن فعلا بحاجة اليوم إلى أن نطبق هذا الأمر. طبعا هل الأمر مطبق نوعا ما في المجالات الطبية؟ نحن نعلم في المشافي طبعاً. الطلاب في العام الأخير يتواجدون في المشافي ويشاركون في الفحص السري وحتى في إجراء العمليات، وهذا يعطيهم خبرة أيضا موجودة حاليا، لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع القطاعات للأسف. لذلك نحن فعلا بحاجة إلى تفعيل هذا الأمر وإلى فعلا إلى عملية أن نقيم مخرجات العملية التعليمية يتأكد من مدى الخبرة التي حصل عليها هؤلاء الشباب. وهنا لا يقع العبء ولا تقع المسؤولية على الشاب الخريج، إنما تقع على مؤسسته التعليمية، على إدارة هذه المؤسسة أيا كانت، لكي تعد نفسها وتطور من أدواتها بحيث تعطي لنا مخرج تعليمي جيد. نصيحة بتحب توجهها لكل الشباب اللي عم يحضرونا اليوم، سواء صبايا أو حتى شباب لسه ما دخلوا يمكن سوق العمل، شو بتحب توجه لهم النصايح لحتى يكونوا فعلا على قدر المسؤولية ويؤمنوا أنه في نجاح حقيقي ناطرهم؟ نعم، كل ما أتمناه لزملائي للشباب أن يكونوا حقيقة على قدر الواقع اليوم. الواقع اليوم هو واقع صعب للشباب السوري، ولكن أيضا الفرص موجودة كما هي التحديات موجودة. تحدي إلى فرصة. اليوم الشاب بقدر ما يطور من نفسه ويزيد من إمكانياته ومؤهلاته هو قادر أن يكون المرشح الأول لأي موقع. اليوم فرص التعلم والتدرب موجودة وقائمة على شبكات التواصل الاجتماعي، على شبكات الإنترنت. أيضا هناك بالإمكان دخول في العمل التطوعي، هو أيضا مصدر للخبرة. اليوم العمل مع جمعيات في مجال معين من خلال منظمات متعددة كالهلال الأحمر السوري أو حتى جمعيات متعددة، يمكن أن نكتسب مجموعة من الخبرات التي تمكننا من اكتساب مهارات لازمة. أيضا العمل ضمن المنظمات الشعبية ومن الاتحاد الوطني للطلبة السورية في العديد من المجالات يغطيها الاتحاد في مجال التنموي وخدمة المواطن والمجتمع، أيضا يمكن أن نكتسب خبرة ونحصل على شهادات في هذا الأمر. بالتأكيد مجالات الحصول على الخبرة هو أمر متاح للجميع، لذلك أنصحهم ألا يكلوا وألا ينتظروا لأحد أن يقدم لهم هذا التدريب، لتكون المبادرة بيدهم وإن شاء الله جميعا موفقين. أكيد يعني أستاذ همام ما رح بعد كثير عن مجال التنمية وعن المؤتمر، واللي حروح للاتحاد الوطني بطرطوس خلينا نحكي شوي هيك كيف النشاطات عم بتكون، شو عم يمكن تعملوا لهم دورات أو شيء بخص هذا الموضوع أو حتى أمور تانية، وكيف طلابنا بطرطوس يعني بما أنه حضرتك موجود معنا نقدر نتعرف منك ونطمن أيضا على طلابنا هونيك. نعم، الاتحاد الوطني للطلبة السورية في طرطوس اليوم هو فرع جامعة طرطوس وفرع معها طرطوس أيضا. الجامعة افتتحت منذ حوالي العامين بمرسوم كريم من السيد الرئيس. اليوم لدينا تعدد وتنوع في الكليات الجامعية المفتتحة بالإضافة لتعدد أيضا في المعاهد التقنية الموجودة. نحاول قدر الإمكان كفرع الاتحاد الوطني للطلبة السورية أن نعمل على ثلاث محاور. الثلاث محاور هي محور تمثيل الطلاب بشكل جيد، المجموعة من النشاطات التي تدعم المواهب والطاقات إلى محور العمل الوطني وتنمية المجتمع. لعل النشاط الأبرز الذي أطلقناه منذ حوالي العامين ولازلنا مستمرين فيه هذه اللحظة هو مشروع الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء والجرحى والعسكريين، وهو مشروع قائم بجهود تطوعية كاملة من قبل طلاب الجامعة يتطوعون من كليات التعليمية في الآداب وفي العلوم وحتى في الهندسات لتدريس أبناء الشهداء والجرحى والعسكريين كافة مناهج التدريس بشكل مجاني ومطلق حتى في أماكن السكن. في عام 2016 اختتمنا مرحلة أولى من المشروع، وكان عدد الطلاب الذين حصلوا على التدريس مجاني حوالي 200 طفل، بالإضافة إلى وجود 70 متطوع تطوعوا للتدريس بشكل كامل خلال عام كامل. بلغ الوفر المادي إذا أردنا أن نقدره عدد الساعات مضروبا في قيمة متوسط أجر الساعة الخاصة، يعني كما هو متداول حوالي 9 مليون ليرة سورية بجهة تطوعي. لذلك هذا المشروع نحن مستمرون فيه وهو أمر أساسي. أيضا الاتحاد الوطني للطلبة السورية في طرطوس يطلق مجموعة بشكل دائم، مجموعة من الدورات التدريبية. اليوم هناك مشروع للتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، أوجه لهم التحية من خلال هذا المنبر، لتقديم مجموعة من الدورات المجانية بشكل كامل للطلاب أيضا. هذا أيضا فرصة ونافذة لزملاء الطلاب الراغبين بالاستفادة من هذه الدورات باكتساب خبرات ومهارات. لذلك نحن الباب مفتوح دائما. نعم، باب كل مفتوح فترات دائماً. العام نعم سوف نبدأ به بعد انتهاء الدورة الإضافية، وسوف نعلن عن عدد دورات على عدة فترات خلال اليوم الواحد بحيث نستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن، وهي دورات تقدم يعني مبادئ أساسية. يعني النهاية دعوني أوضح أمرا، معظم الدورات تقدم مبادئ أساسية لكي ينطلق الواحد أو الشخص أو الفرد إلى السبيل الأوسع أو إلى مسار أوسع في عملية التدريب. نعم.
يعني بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم، تحيتنا لكل الشباب واكيد لاهلنا بمحافظه طرطوس، نتمنى لكل الشباب يكونوا فعلا استفادوا من هذا المؤتمر وجميع الدورات التدريبيه والجهود اللي عم تبذلوها. شكرا لك. شكرا لك استاذه همام، واكيد تحيه لكل اهلنا بطرطوس، ام الشهداء، لكل خلينا نقول الاهالينا المتواجدين باي محافظه سوريه. شكرا لك ونتمنى لكم التوفيق بهذا المؤتمر والمؤتمرات القادمه. شكرا لكم التوفيق. شكرا. أما هلأ مش